اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. طبعا يا حبايبي قبل ما ابتدي الفيديو لازم اشكركم كل اخواتي وحبايبي، ربنا يا رب يجازيكم خير، كل اللي بيدعم لي قناتي بلايك او باشتراك او بتعليق او بكلمه حلوه، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته، اللهم امين يا رب. طبعا النهارده بقى نشفت الملوخيه ما شاء الله تبارك الرحمن، انا كنت طبعا غسلها معاكم ومنشفاها ومقرطفاها معاكم اهون، النهارده بقى كده نشفت شويه وضربتهم كده على الكبه ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين بصوا يا جماعه ناعمه وجميله ازاي ما شاء الله عليها اهي، انا ضربتها كده زي ما انتم شايفين على الكبه، هحطها بقى في كيس وهحطها في التلاجة، ممكن تحطيها بره كده في المطبخ عادي، بس انا بصراحه بحب احطها في الحافظه بتاعت التلاجة اهون. بصوا انا دلوقتي حطيت كده شويه في كيس اهي، انا بقى بدل ما احط بقى حبات حبات في اكياس كده، لا انا هحطها كلها في كيسه واحده، ولما اجي اطلع هطلع بالطلب، يعني تعملي منظام مثلا فنجان صغير، كوبايه صغيره، مقدارك انت واولادك وبيتك احتياج بيتك بتعمليها ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم خضره جدا 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 والله العظيم، وريحتها جميله قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين ان الملوخيه الناشفه بتبقى جميله جدا 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 في الشتاء، بصراحه انا ماليش في الملوخيه الخضراء ان انا اخزنها، لاني كذا مره اخزنها وبتبوظ مني فما بتبقاش ليها لازمه بصراحه. طبعا ده انا مش هرميه اهون، ده انا بقى لسه كده هحطه في الشمس ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. بصراحه يا جماعه انا بحب الملوخيه الناشفه في الشتاء بالذات، ما بحبش بقى، في ناس كتيره جدا بتخزن الملوخيه الخضراء في الفريزر، بس بصراحه انا ماليش فيها وما اعرف لهاش بصراحه، لاني عملتها كذا مره وما عرفتش ان انا اخزنها. فالنهارده بقى جبت لكم معايا احلى طبق ملوخيه ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه، عايزه اقول لكم والله العظيم ريحتها جميله جدا 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 زي ما انتم شايفين، وما بتاخدش اي وقت ولا اي حاجه خالص. طبعا ده انا كده هرجع بقى احطه تاني في الشمس، ولما ينشف خالص هروح ضرباه بقى، هطلع منه العفش ده كله او اضربه ممكن على الكبه، وبعد كده اهزها بالمصفى زي ما انتم شايفين، يعني مفيش حاجه هتترمي غير العيدان بس اهو. بصوا انا طلعت من الكميه اللي انا عملتها ما شاء الله تبارك الرحمن، طبق حلو كده ما شاء الله، وكيسه هي اهو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الملوخيه دي يا جماعه بتتباع بره بالكوبايه، الكوبايه بخمسة جنيه، فبردك والله العظيم ثلاثه بره بيضربوها بالعصيان اللي انتوا شايفينها دي، بصوا دول، بصي دي كده انت في بيتك طبعا بترمي العصيان دي اهي، العيدان دي انت بترميها بره، ده طبعا بيضربوا كله في بعضه، بيضربوا كله في بعضه، فطبعا والله العظيم ثلاثه. نصيحه من اختكم ما تشتروش من بره ملوخيه ناشفه، لان ما بتبقاش اساسا ملوخيه، بتبقى زي نظام عيدان كده مطحونه، عيدان فيها حبه ملوخيه كده ومطحونه، انما انت تستغلي بقى الوقت اللي فيه الملوخيه الناشفه وهاتي 3 4 5 كيلو ونشفيهم في بيتك، حاجه محترمه كده، حاجه حلوه طبعا، انت غسلاها ومنشفاها في حته انت عارفه مصدرها ايه، وعامله حاجتك بايدك، بتبقى طبعا بتبقى جميله جدا جدا جدا. وطبعا لو وصلت لغايه الفيديو لغايه دلوقتي، كنت عايز اسال حضراتكم سؤال، بالله عليكم بالله عليكم اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه ان كان فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا، عشان اعرف ان انا استمر ولا ايه بالظبط، عشان طبعا انا والله العظيم يعني بحب اعرف رايكم في قناتي، وربنا يا رب يجازيكم خير اللهم امين يا رب، ويا رب كده فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتنول اعجابكم اللهم امين. طبعا النهارده احلى شويه ملوخيه مع ام محمد ومحمود اختكم طبعا، ربنا يا رب يجازيكم خير قسما بالله. يعني عايزه اقول لكم حاجه، تعليقاتكم هي اللي بتحفزني وهي اللي مخلياني ماشيه وهي اللي خلاني ماشيه في الموضوع دون، ربنا يا رب يجازيكم خير اللهم امين يا رب، وتسلموا لي يا احلى واجدع اخوات، ربنا يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم. يلا بقى لسه شغاله الملوخيه، لسه في ملوخيه خضراء، هاتي لك 5 كيلو كده وقعدي انت وبنوتك، اقعدي كده ارطفيهم ونشفيهم في بيتك واغسليهم ونضفيهم واطحنيهم انت كده بايدك، حاجه طبعا انت كده عاملاها في بيتك ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا زي ما انتم شايفين الملوخيه يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن خضره وجميله جدا جدا، انا قلت لكم والله العظيم على نصيحتي، طبعا بتتباع بره بيطحنوا ده كله كده وبيرموه ده كله كده، احنا ده كله كده هيترمي اهو،
العفش ده كله كده انا هنقضه وهرميه، بس هعمل اللي تحت كده اهو، بصوا تحت فيه ملوخيه لسه اهي بصوا، انما العفش ده كله كده هيترمي اهو. هما بقى بره بيطحنوا ده كله كده، بصوا ده كله كده هيترمي معايا، لا بره بيطحنوها وبيخلوها بقى عشان ما تبقاش بدل الربع كيلو يعملوا منها نص كيلو. وبشكركم كلكم، ربنا يا رب يجازيكم خير، اللهم امين، وتسلموا لي احلى واجدع اخوات في الدنيا، ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، وتسلموا لي، ربنا يا رب يبارك فيكم، اللهم امين. متشكره جدا 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 جدا، سلام عليكم حبايبي.